هاي جايز، فيديو اليوم راح يكون عن الحصول على جواهر في تحديث الفالنتاين. هذا التحديث جايز للحصول على جواهر، ففي ثلاثة طرق يا ثلاثة أشياء جديدة في هذا التحديث حتى تحصل على جواهر. فأول شيء جايز في هذا التحديث، مثل ما بتعرفوا في صناديق سرية، في تقريبا 5 صناديق، مو تقريبا، مؤكد في 5 صناديق عملت لكم عنها من قبل الفيديو. في هذه الصناديق أو بعض من هذه الصناديق راح تشوفوا بداخل الجواهر، ففي عدد حلو من الجواهر ممكن تحصلوا عليها من خلال هذه الصناديق السرية. أحط لكم رابط فيديو الصناديق السرية، يعني في كل أماكن الصناديق السرية فيديو مختصر. طبعاً جايز تجميع الجواهر في التحديث مهم، لأنه في حيوان جديد نزل اللي هو الساكورا دراغون، التنين الساكورا. ساكورا اللي هو النوع من الورد اللي بتعرفوه الوردي، فعملوا معها يعني عملوا مكس، يعني مكس ما بين الورد هاد والتنين، فصار شيء غريب بس حلو. هذا هو التنين، سعره 60 جوهرة، فلو انتوا حابين تحصلوا عليه فلازم تجمعوا جواهر. فالمهم نرجع لموضوعنا، الفكرة الأولى اللي هي الصناديق، الفكرة الثانية اللي هي المهام. هذا التحديث فيه مهام، طبعا مهام الفالنتاين سيزن. هذه المهام فيهم 2، فأنا طبعا عملت سكيب، يعني ولا أسهل بس بتعملوا سكيب للمهمة، بتشوفوا إعلان وبعدين بس يخلص الإعلان بيعطيكم المكافأة، يعني ولا أسهل ولا أسرع، وبتحصل على جواهر بالمجان. فطبعا هذا الفيديو كله عن الطرق الجديدة في هذا التحديث، يعني أكيد في أشياء ثانية زي الكريزران، مهام اليومية والأسبوعية وهذه التفاصيل، بس طبعا عن الأشياء الجديدة، يعني في حال ما عندكم دراية فيها كلها. فالشيء الثالث والأخير للحصول على الجواهر اللي هي اللعبة الجديدة. هذه اللعبة جايز فكرتها كالآتي، اللي هي أنكم تضربوا الأسهم على الثنائي، أي ثنائي بتتبعوا السهم، والسهم بيوديكم للثنائي، فأنا رح ألعبها معكم طبعا. ففكرة كالآتي، أنه بس تلعبوا هذه اللعبة 3 مرات رح يعطيكم صندوق سري، ومن المحتمل يكون بداخل هذا الصندوق السري جواهر، ولما تلعبوا 6 مرات كمان رح تحصلوا على صندوق سري. ونفس الفكرة لما تلعبوا 10 مرات في صندوق سري كبير وغامض. أول شيء نتبع السهم، يعني الموضوع كثير سهل، من أسهل الألعاب، وبس 3، يعني بتتبعوا بس 3 مرات وبنحط السهم فيهم وبتضربوا وبيتم الموضوع، يعني ولا أسهل، من أسهل الألعاب، يعني ما فيها يعني شيء صعب. الثنائي الثاني، فأحلى شيء أنه بس بنتبع الأسهم، يعني بنتبع السهم سوري، فالموضوع سهل في هنا. وحتى الأماكن على الغالب بتكون مكررة، يعني عادة تلعب الراوند الأول يكون في أشخاص هنا، وفي الراوند الثاني في نفس الموقع يكون في أشخاص برضو. فالأخير أوكي، طبعا لازم تلعبوا 3 مرات 6 مرات 10 مرات مثل كل الألعاب، يعني أي ميني جيم بيكون نفس الفكرة، لازم تلعبوا 3 مرات 6 مرات والأخير لحتى تحصل على الصندوق السري. فأنا حاليا لعبة 2 rounds، فلازم ألعب كمان راوند ونشوف اللي حيجيني. طبعا هو على حظكم، على فكرة الصناديق هاي الصناديق هاي مو دايما بيكون داخلها جواهر، يعني على حسب، ممكن كوينز ممكن أي شيء. فبنيجي هنا وبسرعة بنعطي ضربة بال الجسم ال سهم، اوكي. فبنجي هنا لازم تكونوا كثير، المسافة لازم تكون كثير كثير متقاربة، اوكي. the last one، اوكي قاعد الاخير ونشوف المكافأة اللي راح تجي. طبعا انا بعرف حظي، بس ما في يعني ما في، مو غلط انه نتفائل، بس بعرف حظي. اوكي let me see. اوكي وينو جايز، مو طبيعي. اوكي خلينا نشوف الصندوق اللي جوا. اوكي 1050 كوين وجوهرتين. اوه ماي جاد، شوفوا طيبتوا جايز، هذه اللعبة فيها جواهر، فهذا كان اثبات واقعي لانه داخل هذه اللعبة في جواهر. فالعبوا اللعبة
الثلاثة 6 مرات والآخرة، ورح تحصلوا على اللي أنتوا لو لعبتوا 10 مرات رح تحصلوا على صندوقين الأوائل، ورح تحصلوا الصندوق الأخير. يعني باختصار العبوا هذه اللعبة 10 مرات رح تحصلوا على عدد من الجواهر. فهدول هم مقاييس كل الطرق الموجودة في هذا التحديث للحصول على الجواهر، صراحة طرق سهلة. وأهم شيء قاعد تشتروا لو حابين يعني تشتروا الحيوان الجديد، هذه الطرق رح تفيدكم لحتى تجمعوا جزء من مبلغ الحيوان، وممكن تكملوا الجزء الآخر بالطرق اللي اوريدي موجودة يعني في اللعبة، زي الكريزي ران، المهمات اليومية الأسبوعية إلى آخره.